احنا بنشكر طبعا كل اللي بيحاول يكلمنا على التليفون وكل اللي بيحاول يبعت لنا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. عشان كده قررنا احنا نعمل لكم حاجة زيادة علشان خاطر نزود التفاعل بيننا وبين كل اللي بيشوفونا. كل اللي عايز يقدر يبعت لنا مسجز او رسائل على رقم 4566، وكل اللي عايز يكون موجود معانا على التليفون يقدر يكلمنا من خلال 1414. يبقى SMS لكل اللي عايز يبعت لنا مسج 4566، اما الموبايل ف 1414 هو ده رقم التليفون اللي تقدروا فيه تكلمونا ونتفاعل معاكم. زي ما انا قلت لحضراتكم قبل الفاصل، الضيف الموجود معانا اعتقد ان برضه هو كان ليه اعمال كبيره جدا، لكن اختلفت صورتنا، صورته هو واحنا بنتفرج عليه بعد الفيلم الاخير اللي عمله الفاجومي. معانا المخرج الكبير الاستاذ عصام الشماع، وهو منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتور عصام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا دكتور عصام. وطبعا هو دكتور طبيب جراح وكل حاجه، لكن ده طبيب نفسي. طبيب نفسي. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا بس بنهزر مع حضرتك عشان طبيب جراح. اعتبر كل الطب جراحه. احنا نعرف الدكاتره اساسا في الجراحه من السينما بيعرفوا بالظبط كده ماسك البتاع ده. طبعا عايزين نبتدي في طبعا سلسله جميله من مسلسلات رجل في زمن من زمن العولمة ونافذه على العالم وقمر 14، لكن دكتور عصام يختفي يختفي ويطلع بمفاجاه جميله وهي الفاجومي. طبعا لازم نتكلم عليها في اول حوارنا. حضرتك يعني فكرة انك تعمل موضوع عن الشاعر الجميل استاذ احمد فؤاد نجم كانت محتاجة لرجل زي حضرتك، مثقف مفكر، عشان ما يبصش لشباك التذاكر، ولو ان طبعا يعني بعد الثورة هيكون لحضرتك منظور اخر. عايز اعرف وجهة نظر حضرتك في اختيار الموضوع ده بعد الثورة. الحقيقة احنا فكرنا فيه قبل الثورة، يعني ان احنا نعمل فيلم عن احمد فؤاد نجم، هذا الشاعر والمغني صاحبه الشيخ إمام عيسى. والأول مرة السينما بتقدم سيرة ذاتية لحد مش نجم بالمعنى التقليدي والشائع والكلاسيكي أم كلثوم على العندليب كده، شاعر لأنه بيحكي حكاية وطن، حكاية وطن من الستينات والسبعينات، والحكاية تتكرر، والسيناريو الثورات وسيناريو الاحتجاجات وسيناريو التمرد وسيناريو السلطة الغاشمة اللي بتقابلها، سلطة احتجاجية أو جماعة وطنية احتجاجية. السيناريو يتكرر وتكرر في 25 يناير. أحمد فؤاد نجم مش بس عشان مغني أو شاعر أو الشاعر والمغني المهمشين في زمن قديم في الستينات والسبعينات، ما كانش طبعا لا إذاعة ولا تلفزيون، ها، لكنهم استطاعوا أنهم يعيشوا ويسمعوا الناس صوتهم بالشعر الاحتجاجي والشعر المتمرد والساخر والشعبي. شعر له حس وموسيقى شعبية والآذان لا تخطئه. فالحقيقة ده شيء جميل. أنا وكان صديقي المنتج حسين ماهر اتفقنا على التقديم، وأنا بعتبرها دي جرأة إنتاجية حقيقية قبل الثورة. قبل الثورة كمان يعني قبل الثورة. وانتهى تصويره قبل الثورة على فكرة. بقى بعض المشاهد اللي صورت بعد الثورة، ثم حطينا في آخر مشهد توثيقية للثورة تحية لأحمد فؤاد نجم، ما كانتش أكتر من كده. أقول دكتور عصام اتفضلي. دكتور عصام ضيفنا النهاردة بيلعب أدوار كتيرة قوي في حياته، هي صحيح كلها متشبكة مع بعض. يعني حضرتك كاتب قصة وسيناريست ومخرج وممن يطلق عليه المثقف الثوري، مش كده؟ وده بينعكس في أعمالك. احنا عندنا اعمال كتيره ليك، بس انا هبتدي معاك باول عمل لما اسمع اسمه اسمع افتكر عصام الشماع. أرجوز. ها؟ لا أرجوز. طالع النخل. طالع النخل. طالع النخل. طالع النخل. أول عمل. عمل خاص جدا لعصام الشماع يكشف عن هويته. كنت عايز تقول ايه؟ كطبيب ولا كسيناريست ولا كقصاص؟ كنت عايز تقول لنا ايه؟ في هذه المرحله كان الطب نوعا من الوطنيه. يعني كنا نمارس الطب كجيل السبعينات، انت عارفه طبعا في هذا الزخم. انا اصغر شويه من جيل السبعينات، ماليش دعوه.
كنا انت عارفه بعد السادات لما انتقل نقلته العظمى والكبرى المضاده للاتجاه النصيري. أيوة كلمني من المنطقه سمعني. فقامت جماعه وطنيه احتجاجيه تتسع كل الاطياف، يسار انت عارفه بكل فصائله الكثيره جدا، والنصريين طبعا، وطبعا كانت بدايه طبعا الاصوليين عندما يعني تواصل الود بينهم وبين اخوان الستينات والتركيب. اما السادات عملهم وصلت الود الحلوه دي. ايوه. فكان هناك جماعه وطنيه نشات في الجامعه في السبعينات، كانت جماعه قويه جدا. فاحنا كنا اطباء وفي غنى في حقوقيين والى اخره، كنا نمارس المهنه كنوع من الوطنيه اكتر من ان احنا بنمارسها كنوع من المهنيه اللي هي هذا المصطلح. يعني ليست الجديد. وظيفه وانما عمل وطني. عمل وطني. أوكي. وليس يعني دلوقتي سمعنا طبعا، بس ده لغه العولمه بقى اللي هي الاحترافيه المهنيه. دي لغه جديده على فكره. هي كانت في الاوليه وظيفه تكنوقراط عاديه، لكن كنا نمارسها بنوع من الوطنيه. كويس. كان في هذا الزمان دكتور يعني ما اعرفش طبعا عايش ولا الله يرحمه، اسمه ايميل شنوده، كان عامل كتاب اسمه البيولوجيه الحيوانيه حاجه كده، وجي يدرس لنا دوره حياتي بالهارسيا. انا بقول لك بسبب طالع لنا. اوكي. دوره حياتي بدري من بدري. حلو. انا كان سؤال انا كنت عايز اعرف دوره حياتي بالهارسيا. فاحنا كنا نقطع بالانجليزي مش عارف ايه اوفر ايه والبتاع والحضانه والحاجات دي، وراح شاطب الانجليزي ما كتبش انجليزي، كتب عربي. فاحنا استغربت. عربي جدا. كاتب البلهارسيا. كويس. مرض وطني قومي يتسق ويتصل بالفلاح، بلقمة عيش الفلاح. عمل ربطة فظيعة بين الظرف السياسي الاجتماعي وظرف المرض، وبين يعني المرض. المرض والظرف السياسي. فلزق الاثنين في بعض بعبقرية، واحنا كنا مستعدين لان انت عارف كنت جيل بيفكر. المناخ الثقافي كان مستعد لتلقي طبعا. اشارة طبعا. يعني مجرد اشارة بس كده بننط فيها على طول ونعملها اتجاه. اوكي. فضل الموضوع ده معايا. انا كنت امارس الشعر وامارس الكتابه الصحفيه طبعا اللي هي مجلات الحائط والحاجات الشهيره دي، لحد ما اتخرجت وبدات اكتب بقى دراما وكده. فبلهارسيا ده استدعيت البلهارسيا مع التعليم الطبي، لان كنا بندرس على المرضى. يعني المرضى كانوا بياكلوا عيشهم برضو منه يملي لك الشيت في الامتحان اللي هو اللي بننجح بيه. يعني كان بندي له ساعتها 20 جنيه يقول لك المرض كذا كذا. لا بيقول لك بالانجليزي. بالانجليزي ويديك المانجمنت والكلينيكال كرايتيريا او الفيتشرز، وبعد كده يديك الدايجنوز، بعد كده يديك التريتمنت، بيديك كل حاجه. كنا ندي له 20 جنيه بس لازم كنا مذاكرين، لان يعني طبعا بيمتحنوا. ولا مش هنفهم يعني لو انا قالوا لي الكلام ده مش هفهم حاجه. لا مش كده بس عشان بناخد دكتور عصام. فالتصقوا الاثنين وفكان طالع النخ. طالع النخ. التصقت الفكره الوطنيه جدا دي مع فكره التعليم الطبي انذاك. كان سنه كام طالع النخ؟ كان 86. من 86 ل 2011 ايه الحكايه؟ لا حكايه عيضه. طب انا من وجهه نظرك واللي انت وحضرتك بتتكلم فيه ان طالع النخل ما كانش جاي من تجربه عاديه، انت اختزنت كل التجارب في حياتك وطلعت لنا طالع النخل. حياتي الطلابيه. الطلابيه يعني. في الفاجومي انت اظهرت دور مهم جدا لشخصيه قياديه تبقى حاجه كده زي سيمبل لاي مقاومه، لازم يبقى لكل مقاومه شخصيه. نموذج يحتذي به. هل تعتقد ان ثورتنا ثوره 25 يناير تفتقد للنموذج اللي الناس تحاول ان هي تقتدي به، يبقى لينا قائد؟ هل ده ما يعوق الثوره؟ قائد. أقول حاجة هكمل على مفيدة. صح. سواء قائد سياسي أو رمز فني أو ثقافي. بالظبط. يعني حاجة بس نلتف حواليها. هو بيشتغل إيه؟ بص حضرتك، أي ثورة تحتاج لحاجة اسمها القوى الناعمة. القوى الناعمة دي الثقافة والفن والفنون وكذا. ثورة 52 طبعا كان عبد الحليم حافظ وصلاح جاهين. بالظبط. وكمال الطويل وأم كلثوم وهذا الزخم الفني الرائع اللي إداها السيمنت اللي هي اللي بيربط هذه الافكار الاشتراكيه وكذا بالوجدان. يعني تماثيل رخام على الترعه واوبرا دي لما تيجي تحليها في التحليل الاشتراكي الماركسي يعني هتلاقيها ليها حاجه، كيان ليها حاجه. اما يتكلم جاهين عن المسؤوليه عزيزه عليا معزه الروح والوطنيه، ده ببساطه اللي احنا بنقوله النهارده في زي ما بنقول ايه في ايام الاعلام الضخم اللي هو الفضائيات وهذه القوى الرهيبه الموجوده. هم كانوا بيقولوها في جمله بسيطه زي تفهيم راجل الشارع
يعني ايه مسؤوليه؟ كانه شعار يا مفيد، كانه يعني جمله نفضل نغنيها. صح.